هلا، واليوم راح نسوي صينية الريش الضاني أو الضلوع الخروف ويا البوتيتا. أول شي طبعا نقلي نحمرها طبعا من غير أي زيت، لأن هي تنزل الزيت مالتها. نحمر الريش كل الزين، بعدين نبدي نتبلها ملح وشوية فلفل، ونبدي نرفعها عن النار. ونكون قطعنا البوتيتا إلى حلقات، نبدي نضيف شوية زيت ونضيف البوتيتا نفس الطاسة أو الطاوة اللي قلينا بها الريش لحد ما تتحمر. نضيف لها شوية ثوم، سنين ثوم، ونرجع الريش وياها ونقلبهم شوية فت 5 دقائق. بعدين نبدي نضيف طماطة وبصل مقطعين، ونضيف كاري وكركم وكمون وكزبرة وفلفل أسود وطبعا ملح، ونضيف لها تقريبا كوب مي مغلي. هسه نبدي نغطيها بورق سوليفان وندخلها فرن حار تقريبا تاخذ 3/4 ساعة. بعدين نبدي نرفع الغطاء ونتركها تتحمر 15 دقائق، وهذا شكلها. ألف عافية.